نعم، أيضا واحد من العناوين معنا في شيرونيت إلغاء الرسوم على الصادرات الزراعية والحيوانية، هذا يشير إلى الاكتفاء فقط بضريبة دخل اتحادية بنسبة 2% وإلقاء الرسوم الولائية الأخرى. طبعا هي خطوة جيدة من الحكومة، يعني غلّم الحكومة إنها تحفي ضرائب وتخفض من أي رسوم، لكن هي خطوة جيدة أن تمضي الحكومة في هذا الاتجاه، لأن تم تخفيض الرسوم على الصادرات الزراعية والحيوانية القادمة من الولايات. معلوم أن كانت هناك مشكلة في كل ما هو للصادر من ثروة حيوانية أو زراعية قادم من الولايات، يعني الحكومة تأخذ عليه رسوم باهظة في كافة الولايات التي يمر بها في كافة المحطات. يعني هي باعتبارها هي ليست رسوما، انا في تقديري هي زود عنابي مزدوجتين، هي جبايات وليست رسوم. الان خطوه جيده يعني يتم تخفيضها حتى تساهم في يعني تعزيز فرص الصادر في الخارج، حتى تساهم في خفض اسعار السلع السودانيه، حتى تنافس في مع الـ تنافس عالميا. هي خطوه جيده، ونامل ان تمضي الحكومه في تخفيض عدد كبير من الرسوم على يعني في حتى غير المنتجات القابله للصادر. كان في النظام السابق تم تشكيل لجنه رئاسيه يعني مشرف عليها النائب الرئيس السابق حسن محمد عبد الرحمن، كان يعني من المفارقه كانت مهمه اللجنه هي مراجعه الرسوم المفروضه يعني على كافه المؤسسات والمنشآت، حتى ان اللجنه المعنيه كانت راجعت رسوم الحج، حتى ان الزمت الهيئه العامه للحج والعمره بتخفيض 850 جنيه. انا اتمنى ان تتواصل اللجنه الرئاسيه تقوم بمهامها بشكل اكبر، لانه هذه هي اشاره جيده ان تم الغاء الرسوم. من الممكن جدا ان تعيد الحكومه حتى ان يتابعها بشكل مباشر رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، لان هذه اللجنه هي مهمه جدا، يعني عدد كبير من الرسوم المفروضه على المؤسسات والمنشآت المختلفه يعني تتطلب المراجعه، وهذه سانحه انه عبر قناتكم ان تتم مراجعه الرسوم المفروضه على مدخلات الصحافه والطباعه، وكذلك حتى المفروض على يعني حتى على القنوات الفضائيه عشان ما نعدم حق الشروق وبقيه المؤسسات، تتم هذه المراجعه حتى تساهم في اداء فعال لكافه المؤسسات المعنيه. طيب استاذ سامة، هذه الخطوه نتكلم عنها امكانيه تنفيذ برضه مراقبه تحتاج لوقت، خاصه انه الولايات مختلفة ولسه بننتظر تشكيل الولاد في المرحلة القادمة من مجلس التشريع، لكن تكلمنا عن هذه الخطوة، انعكاسها كيف حيكون على المواطن وعلى المشهد الاقتصادي؟ هذا السؤال جيد أخي حمزة، بكل تأكيد واحدة من المشكلات أن الحكومة تصدر قرارات جيدة، تضع قانون يعني في يعني بالشكل العام هو قانون مقبول، قانون جيد، لكن المشكلة الحقيقية تأتي في ضعف الرقابة والمتابعة وإنزال القرار إلى أرض الواقع. الآن لو لم تحرص الحكومة هذا القرار، لو لم تلزم الولايات ولاة الولايات بضرورة يعني مراجعة هذا القانون في نقاط التفتيش والمعابر، لن يتم إنزال القانون لأرض الواقع بشكل حقيقي. هذه واحدة من المشكلات، أن الحكومة حسها الرقابي ضعيف، لا تملك ليست لديها عين ثالثة لمتابعة الأسواق، لمتابعة القرارات، لمتابعة الاستراتيجية حتى التي تضعها على أرض الواقع. الآن على سبيل المثال واحدة من مشكلات الوقود ومشكلات الخبز ليس في شح المنتج المعني، لكن المشكلة الحقيقية في الرقابة. في السابق كان جهاز المخابرات كان هو الذي يراقب المخابز، يراقب نقاط العبور الخاصة بالدقيق، الآن غير معلوم من الذي يراقب. لو لاحظت هناك بعض الإشكالات متعلقة في شح في الوقوع في عفوا في الخبز، المشكله الحقيقيه فيها ضعف الرقابه، لانه كثير من المخابز تتلاعب في الدقيق حسب معلومه انها تبيع لجهات اخرى. هذه واحده من المشكلات، نعم الحكومه في الفتره الجايه ان تحكم الرقابه على السوق، تحكم الرقابه حتى على يعني كافه القرارات التي تصدرها. طيب معلش يا حسام، يعني في النقطة دي يعني قبل أن تتم الرقابة، هذا جانب عملية شق المراقبة، لكن حتى الرسوم الإضافية اللي بتتم دائما في المعابر وإلغائها، بيأتي المنتج بسعر معقول من قبل المنتج ويباع عند المستهلك بسعر أعلى خاصة في عملية الوسيط، فعايز أشوف يعني بإلغاء ممكن ينعكس الأمر إيجابي على المواطن وممكن ينعش الاقتصاد، هل ولا ما هل؟ بكل تأكيد يعني مفروض تأثر، مفروض تكون أنا ما عارف أقول الإجابة هل، لكن المشكلة في أنه لدينا حلقة مفقودة هي
أنا أعود مرة أخرى لوزارة الصناعة والتجارة في شقيقة مصر. سبق أن ذكرت هذا الأمر، شقيقة مصر لديهم ما يسمى بمباحث التموين، هي يعني شرطة معنية بمتابعة ورغابة الأسعار، متابعة معلومة الأسعار عندما يعني تكلفتها، الترحيل، الإنتاج، كلها معلومة بالضرورة للمؤسسات الحكومية، وبالتالي هناك هامش ربح معين يجب على التاجر أو التاجر الجملة أن لا يتجاوزه. هذه واحدة من المشكلات، لا توجد متابعة في الأسواق، حتى عمليات الوزن هي برضو كذلك تحتاج متابعة. صح. الآن البعض يتعامل باليارد، البعض يتعامل بالمتر، طبعا الفرق بيناتهم 10 سنت. إذا حسبتها في أي مسألة يعني في أي منتج اشتريته بالمقاس، يعني بالتأكيد هناك يصهر الفرق بتاع فرق التلاعب. بالتالي هي كلها المسألة برمتها تحتاج رغابة، تحتاج متابعة. أنا كذلك أناشد الإخوة في جمعية حماية المستهلك، من الممكن جدا أن يكون هناك دور حقيقي للمواطن. الآن ما يسمى بلجان المقاومة في الأحياء عليها أن تقوم بدور فعال، بدور حقيقي، بعيدا عن الأدوار الأخرى المتعلقة بالجانب السياسي والانشغال بالسياسة التي لن تفيد المواطن بشيء. الآن من الممكن جدا أن تقوم هذه المجموعات بدور رقابي داخل الأحياء وداخل الأسواق. يعني على مستوى الحكومة لو عاوزين نفعل الجانب بتاع المراقبة والمتابعة، هل في حوجة زي ما وجدت انت ذكرت مثال مؤسسة شرطة التموين، هل في حوجة لجهاز زي ده في السودان بالشكل الموجود الحالي للحكومة؟ بالتأكيد هناك حوجة. الآن معلوم أن الحكومة أنشأت، حتى كانت هناك شرطة معنية بالجامعات، الآن تم حل هذه الشرطة. نعم. نحن عبر منبركم نقترح أن يتم تحويل شرطة الجامعات إلى شرطة معنية بالرغابة ومتابعة الأسواق، حتى تكون المتابعة لصيغة، وحتى تكون هناك عقوبات رادعة لمن يحاول أن يتلاعب بمعاش الناس ويتلاعب بالمنتجات التي يتم بيعها للمواطن.